في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة محور الضالع القتالي بشأن فتح الطرق الرئيسية الضالع قعطبة الفاخر إب ومريس دمت صنعاء، قامت لجنة برئاسة اللواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع، والعميد عبد الله مهدي رئيس غرفة العمليات المشتركة، والعقيد أحمد قايد القبة مدير أمن محافظة الضالع، وعدد كبير من المسؤولين بالنزول الميداني لإطلاق مبادرة فتح الطرق الرئيسية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، حيث تتسبب قطع الطرقات الرئيسية بمعاناة المواطنين بشكل كبير منذ 3 سنوات، ناهيك عن التكاليف الكبيرة جراء نقل البضائع بين تلك المحافظات. نحن نعلن المرة الثالثة عن فتح الطريق عدن الضالع ومحافظات المجاورة، باعتبار هذا الجانب الإنساني يرتبط بحياة الناس وكذلك بالمعاناة اللي يعانيها الناس في التنقل ونقل البضائع، وهذا من جانبنا نحن أيضا هدف إنساني. نحن نوايا فتح الطريق الخطوة بكل تأكيد، أما المتعنتين فهم الحوثيين الذين قطعوا العبانات وقطعوا الخطوط، وليس عندنا أي مانع بالنسبة لنا. المتحدث باسم محور الضالع القتالي قال بأن الطرق الرئيسية الضالع صنعاء وإب لم تقطع من جانب القوات المشتركة والمقاومة الشعبية، وإنما الطرف الآخر ممثلا بعناصر الميليشيا الحوثية هو من يتعمد بقطع تلك الطرقات الرئيسية من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة ومنع إصلاح الجسور والعبارات التي قام بتفجيرها سابقا. طبعا الطريق لم تقطع ابدا من قبلنا منذ بدايه اندلاع المواجهات، ولكن اليوم نجدد للامم المتحده والعالم اجمع ولمنظمات حقوق الانسان ان الطريق مفتوحه من جانب واحد، ولكن الطرف الثاني هو المعرقل. منذ بدايه اندلاع المواجهات لا زالت هناك الجسور مدمره، لا زالت هناك العبوات الناسفه والالغام مزروعه في الطريق الرئيسي سواء كان باتجاه مريش او باتجاه الفاخر، ولكن الطرف الثاني هو فقط من يعرقل هذه الطريق. مساع وجهود كبيرة لفتح الطرقات الضالع صنعاء والضالع الفاخر إب في الوقت الذي فيه تستمر الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة والترصل من إصلاح الجسور والعبارات في الطرق الرئيسية. من طريق الفاخر إب، محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.